أن هذا المشتل فتح أبوابه للزوار. ترى ماذا يكتب ذلك الخطاط؟ مشتل الزهور. الزهور. عرفتها، مشتل الزهور. ها؟ ما أجمل هذه الزهرة وهذه أيضا. هذه الزهرة فيها حشرات. نحن لسنا حشرات. لا تخف يا عزيزي، إنها مجرد أشكال لحرف الزاي. أنت تعرفينهم إذن؟ نعم، فهذا حرف الزاي الأولية، يأتي في أول الكلمة مثل زهور. أها، ولهذا هم مجتمعون حول الزهور. في الزهور وفي أماكن أخرى، مثلاً هذا شكل حرف الزاي الوسطى الذي يأتي وسط الكلمة مثل غزال في مزرعة. غزال، غزال، مزرعة، مزرعة. وهذا الذي يئز فوق رأسه. لقد أزعجني هذا الزاي، يذهب ثم يعود ثانية ليئز فوق رأسي. إنه حرف الزاي الأخيرة، يأتي في آخر الكلمة مثل جوز، لوز، لغز. ولكن هذا الزاي يشبه الزاي الأولية. صحيح، لأن حرف الزاي لا يتصل بالحرف الذي يأتي بعده، وعندما يأتي في آخر الكلمة يشبه الزاي الوسطى. أوه، بدأت أضيع في التفاصيل. دعينا نبتعد، إنه مكان مزعج. هيا، إنهم يلاحقوننا. ما بك يا فلفل؟ انظر إلى تلك الزهور الزرقاء. زهور زرقاء؟ سأجن، كلمتان تبدأان بحرف الزاي وأنا هربت منه. ما بك تضحكين؟ لأنك تثير الضحك هذا اليوم. تفضلي، لم نرضى بالزاي، جاءنا أبجد وهوز. ما الذي فعلتماه لحرف الزاي؟ لابد أنكما أزعجتماه. بل هو الذي أزعجنا بأزيزه. إززززززز. هذه طريقته بالترحيب. ألم أقل لك إنه لطيف؟ أين نجده الآن لنعتذر منه؟ تجدونه في كل مكان فيه زاي، مثلا في زورق، زرافة، زحل. ما هذا يا أبجد؟ نحن على الأرض وزحل من الكواكب البعيدة في السماء. ما هذا؟ زنبور. أي أي أي. وجدتها، زنبور، كلمة في أولها حرف الزاي. أي أي أي. زق 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 يا عصفور، زق 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 جاء النور. الزهر تفتح كالجمر، والزورق يبحر في النهر. وزع في الكون الألحان، ازرعها في كل مكان. زق 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 زاي زاي، زق 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 جاء النور. زق 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 يا أحلى عصفور.